بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. منذ بداية انتشار وباء كورونا عالميا سارعت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لاتخاذ قرارات وإجراءات أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة، خاصة من حيث السيطرة على الوباء وكبح انتشار العدوى. واليوم نواجه جميعا مواطنون وصناع قرارات سؤالا مركزيا: هل زال الخطر؟ لا شك أن الخطر ما زال قائما وحقيقيا، فالوباء ما زال منتشرا عالميا، وفي ظل عودة العديد من القطاعات للعمل وزيادة فرص احتكاك المواطنين تبقى احتمالية عودة هذا الوباء قائمة وجدية. إن الحكومة تعمل جاهدة لتيسير وتسريع عودة أكبر قدر ممكن من النشاطات الاقتصادية بشكل مدروس ومجدول إلى العمل، والاستمرار بنفس النموذج الأردني الذي شهد له العالم بالتميز والانضباط وبالاسترشاد بتجارب دول أخرى في إعادة فتح اقتصاداتها، وكذلك التعلم من قصص النجاح ومن الأخطاء أيضا حتى نتفاداها. إننا على قناعة وثقة بأننا قادرون بإذن الله على إرساء نموذج أردني في إعادة العمل للنشاطات والتعافي الاقتصادي، ويبقى الحذر واجبا خاصة في ظل توقعات بوجود إصابات بالمرض لدى بعض أبنائنا الطلبة العائدين من الخارج والمواطنين الذين كانوا عالقين في دول أخرى، وأيضا مع توقعاتنا في المستقبل القريب ببدء عودة بعض المغتربين ممن انتهت عقود عملهم وضاقت عليهم ظروف العيش في دول شقيقة وصديقة. وجميع هؤلاء عائدون من دول تشهد حالات إصابة وبعضها حالات انتشار واسعة للوباء، وبالتالي علينا أن نتوقع ونستعد لحالات إصابة وكيفية التعامل معها. وبناء على هذه المعطيات فإن الحكومة ستستمر في فرض حظر تجول جزئي في ساعات المساء وفرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع، وبتشديد الإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بكل من يخالف هذه التعليمات بما فيها إغلاق المنشآت التي لا تتقيد بشروط الصحة العامة. رحلة التعاطي مع هذا الوباء شكلت وما زالت امتحانا صعبا، ومحطاتها شملت الاستجابة والتأقلم وبإذن الله التعافي. وسيعرض دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفصيل أكبر توجهات الحكومة لمرحلة التأقلم والتعافي في إطار الحرص على الشفافية والتواصل المبادر مع المواطنين. وبعد حديث دولته سيعرض معالي وزير الصحة أحدث التطورات للحالة الوبائية. حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء. نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم. شكراً.